مشروع بسيط وفكرته بسيطة، وأنا استلهمتها من شغفي بالقطط منذ الصغر، فحبيت إنه شغفي هذا أنقله للناس، خاصة إنه في ناس كتير زيي بتحب القطط لكن مش عارفة تقتنيها في البيت، مش عارفة تلاقي وقت علشان تروح تستمتع فيها. فأنا عملت لهم هذا المكان علشان يجوا لو 5 دقائق في اليوم ينبسطوا ويفرغوا طاقاتهم السلبية ويروحوا على الدار وهم مبسوطين وعندهم طاقة إيجابية.